إذن إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تلاحظون أني الامبريمونت HP P1102 يعني تعمل أو تخرج لنا أوراق بيضاء أثناء الطباعة أو سوداء. إذن الحل إخواني أخواتي والمشكلة تكمن هنا في هذه الأسلاك كما تلاحظون، هذا السلك وهناك سلك آخر لم يظهر هنا، لم يظهر. هذا هو المشكل الذي يسبب طباعة بيضاء أو سوداء. يعني الحل سهل وبسيط، لكن يجب التركيز والعمل على الطابعة لكي تحل المشكلة. إذن في هذه الحالة سوف نقوم بنزع كابل USB، كابل طباعة، وكذلك نزيل يعني موصل الكهرباء كذا حتى نشتغل في الأمان، يعني تفك الطابعة من هذا الجانب. نفك يعني البراغي كذا، وكذلك هذا البرغي يعني سوف أوقف الفيديو حتى أقوم بفك جميع البراغي، ثم نقوم بفك هذه الأشرطة الموصلة هكذا. نفك هذا بحذر إخواني، ثم نفك هكذا هذه الأحزمة الموصلة، ثم نوصل كهرباء هكذا، ثم تبقى لدينا هذا البرغي وهذا البرغي الآخر كما تلاحظون. سوف أفك هما وأعود إليكم. إذن بعد قمت بفكهما أحاول أن أعزل هذا حذر، ثم أقوم بنزع هذه اللوحة السوداء هكذا. ثم أحاول أن أفك هذه يعني القطع البلاستيكية حتى أتمكن من فك الأسلكة التي تسبب لنا مشكل في هذه الطابعة. إذن سوف أقوم بفكها ثم أعود إليكم من جديد. إذن لاحظوا معي جيدا إخواني، هذه هي الأسلاك التي تسبب المشكلة، أسلاك التي تسبب لنا مشكل
الطباعة السوداء أو البيضاء كما كان نوعها. إذن كما تلاحظون قد قمت بإخراج السلك كما تلاحظون، هذا هو السلك هنا والسلك الآخر هو. إذن سوف أقوم بتقويم الاعوجاج وأعود لكم من جديد إخواني أخواتي، انتظرونا. إذن كما تلاحظون سوف نقوم بفك هذه القطعة البلاستيكية بحذر. لقد تم نزع القطع البلاستيكية التي توجد بها الأسلاك لتسبب مشكل طباعة الأوراق البيضاء أو السوداء. لاحظوا معي هذا السلك، إنه تم إتلافه وقد اعوج. هكذا السلك الآخر كذلك بإعوجاج، فهي لم تعد تؤدي مهمتها بالشكل المطلوب، وبالتالي تسبب طباعة الأوراق بالأسود على هذا الشكل أو بيضاء. إذن سوف أقوم بتعديل أو تقويم الإعوجاج على هذه الأسلاك، ثم نقوم بإعادة تركيب هذه القطع البلاستيكية حتى نرى ما إذا تم حل المشكلة أم لا. إذن تابعوا معي وانتظروا حتى أقوم بتعديل هذه. إذن إخواني أخواتي، من بعد ما قمنا بتعديل هذا المشكل على الأسلاك التي كانت تسبب مشكلة، سوف أقوم بإعادة تركيب هذه القطعة البلاستيكية. هذه هي الأسلاك، لاحظوا هذا كذلك. إذن سوف أقوم بإعادة تركيب هذه القطعة البلاستيكية وأعيد الأجزاء إلى مكانها، ثم نقوم بالتجربة هل تم حل المشكلة أم لا. إذن بعدما أقوم بإعادة تركيب هذه القطعة، سوف أعيد إليكم بعد أن أثبتها جيدا. إذن بعد أن قمت بتثبيتها هكذا إخواني، سوف أقوم بتثبيت وتركيب إعادة تركيب هذه الأجزاء وهذه القطعة السوداء أو هنا. ثم أقوم بتركيب هذه اللوحة الإلكترونية بحذر إخواني أخواتي حتى لا يتم إتلاف أي قطعة من القطع. Thank you.
سوف أقوم بتثبيت هذا الورغي. اسمحوا لي على رداءة التصوير لأنني أقوم بالتصوير والعمل في نفس الوقت. يعني الهاتف في يد واللولابي في يد هكذا. سوف أقوم بإعادة تركيب هذه اللوحة هكذا، ثم أقوم بتركيب هذه الأجزاء، هذه الأشرطة الموصلة، أقوم بتركيبها بحذر حتى لا يتم إتلافها إخواني أخواتي، وهذا أيضا في مكانه هكذا. ثم أقوم بوضع البراغي في أماكنها هكذا. هذا البرغي أيضا، ثم أقوم صمتينا ما كنلعب هنا نعم. هذا البرغي أيضا، ثم هذا إنه ليس مرغي. ثم أقوم بإعادة هذه القطعة البلاستيكية إلى مكانها ثم نقوم بإيصال الكهرباء.